وللحديث عن تطورات الأوضاع في سوريا ودلالات ورسائل التظاهرات في السويداء جنوب سوريا، معنا من باريس الكاتب والصحفي السوري السيد نورس عزيز. مرحبا بك معنا. مساء الخير. مساء الخير. ما الذي أدى إلى تصاعد التظاهرات في السويداء من جديد بعد مراهنة النظام أكثر من مرة على إطفائها بوسائل متعددة؟ الحقيقة اليوم المظاهرات في السويداء هي عم تجسد الحراك الثوري القديم، يعني هي ما انتهت، يعني هي عادت من أول وجديد الروح فيها، ولكن كانت بتحتاج بالفعل لأسباب مباشرة، أسباب قاهرة لمنها ترجع يعني أو تشتعل من أول وجديد. واللي كان اللي هو الوضع المعيشي الخانق اللي موجود في السويداء، يعني نقص المواد الغذائية، الحصار الاقتصادي اللي بتعنيه السويداء، يعني السويداء غير عن بقية المحافظات لأنه أغلب شبابها مطلوب على الجيش. من 2012 ما بيلتحق شبابها بالخدمة الإلزامية، وذلك يعني كان تحت شعار يعني عدم الاشتباك مع اخوتهم السوريين، هذا كان شعار الشباب في السويداء. هلا كل هذه الامور وصلت انه هذا العدد الكبير من الشباب يبقى داخل السويداء، فاصبح محاصر ما بيقدر يغادر المحافظه، فزاد ايضا من الوضع الاقتصادي غياب فرص العمل، ويعني وتزامنت كل هذه الامور مع هذه الفتره هي دخول فصل الشتاء، وطبعا فصل الشتاء في السويداء هو بارد جدا، يعني السويداء مشهوره جدا ببردها بثلجها بحاله الطقس فيها بشكل عام. هذا كله طبعا ساهم في اشتعال المظاهرات اليوم. وخليني يعني اكد على نقطه، ما ظل في شجر في السويداء، يعني السويداء حاليا بدون شجر تماما، تم قطعه خلال 3 أو 4 سنوات النظيم من اجل التدفئه. يعني الناس لا يملكون قوت يوم حاليا، هذا هو السبب المباشر. نعم. الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات من البداية. يعني هناك من يروج أن هذه التظاهرات هي مطلبية، كيف يتوازى ذلك في ظل هتافات وإحراق صورة رأس النظام وهتافات ضد النظام ومطالبة بإسقاطه وضد الوجود الإيراني أيضا؟ الحقيقة هنالك عدة اتجاهات تشارك في هذه المظاهرات من أهل السويداء، هنالك منهم السياسيين، هنالك منهم بالفعل من هم أصحاب مطالب يعني معيشية، ولكن نحن إذا اعتبرنا أن الموضوع هو مطالب معيشية، لماذا يتم ترديد 3 هتافات؟ يعني تم ترديد 3 هتافات اليوم، الشعب يريد إسقاط النظام، الموت ولا المذلة، سوريا لينا وما هي لبيت الأسد، كانت هذه الشعارات الثلاثة حاضرة اليوم في هذا الحراك. تم تمزيق صورة بشار وتم حرق مبنى المحافظة، وهذا إنما يدل على خلفية سياسية إضافة لمجموعة المحتجين الآخرين الذين خرجوا من أجل المطالب المعيشية. لذلك لا تستطيع أن يعني لا نستطيع توصيف هذا الحراك بأنه مطلبي معيشي، ولا نستطيع توصيفه بأنه حراك سياسي فقط، هو مزيج من الاثنين الحقيقة. نعم، هذا المزيج بين الاثنين إلى يعني إلى أي مدى يمكن أن يتطور، يعني خاصة أن هناك مقتل لمتظاهر، إصابة العشرات، تحشيد عسكري باتجاه المدينة، والنظام لن يسمح بطبيعة الحال بأن يعني يعطي مجال واسع من أجل التظاهر. ما هو المستقبل في ضوء هذه الأزمات التي تمر بها سوريا الآن؟ باعتقادي الشخصي طبعا هي سابقة، هي هذا الحراك هو سابق بهذه الكيفية وبهذا التصرف الذي قام به المتظاهرون، ولأول مرة يتم إطلاق النار على المتظاهرين، يعني تم اعتقال 20 متظاهر في عام 2020، ولكن اليوم يتم إطلاق النار على المتظاهرين. إلى أي مدى سيصل هذا الحراك؟ هذا يعتمد على مدى دعم هذا الحراك من بقية المناطق السورية، وأنا أعتقد بشكل شخصي بأن هذا الموضوع صعب جدا، يعني أهل السويداء لأنهم يتمتعون قليلا بسقف يعني بحريات سياسية أو سقف حريات سياسية عندهم مرتفع قليلا يعني غير بقية المناطق السورية. أعتقد بأن يوم تشييع الشاب الذي استشهد أو الذي سقط هذا اليوم سيكون شرارة للبدء بتحرك أكبر، ولكن لا أعتقد بأن النظام سيسمح بمرور هذا الموضوع مرور الكرام، لذلك لا أحد يستطيع بالفعل التتهم بما سيحصل يوم غد أو بعد غد. نعم، خاصة أن وسائل إعلام النظام تقول بأن هؤلاء المنتفضين هم هاربون من العدالة، وهذا قد يقول حسب أو قد يقود حسب مراقبين إلى البحث عن طريقة لإخمادهم من خلال ارتكاب مجزرة أو ما شابه.
جميل، سؤال جميل. هو الحقيقة قامت وزارة الداخلية تابعة للنظام بذكر التوصيف الخارجون عن القانون، يعني بأن هذول الأشخاص خارجون عن القانون. وأنا أؤكد لك أن معرفي شخصيا أنهم أشخاص ليس لهم أبدا أي علاقة لا بالدخول بالقانون ولا بالخروج عن القانون. يعني بهؤلاء الأشخاص هن مجرد شرائح اجتماعية في مجتمع السويداء، شيوخ دين، طلاب مدارس، وبعض الموظفين المغلوب على أمره، لا أكثر ولا أقل. يعني أعتقد بأن وسائل إعلام النظام تحاول يعني جهدها بأن تلبس هذه المنطقة تسميات لم تستطع أن تسميها كبقية المناطق. مثلا أنت لا تستطيع أن تقول أن دروس سوف يكون فيهم تنظيمات متشددة. أنت تتحدث عن أقلية دينية هنا لا تأخذ على التشدد الديني. هذا واحد. فاستخدموا يعني من خلال الماكينة الإعلامية النظامية استخدموا مصطلح الخارجون عن القانون. قاموا بتحريك أذنابهم بعض الشخصيات في الساحل السوري المحسوبة على النظام، قامت ببث فيديوهات تقول بأن الدروز مرتبطين بإسرائيل. يعني لاحظ الطريقة التي يتعامل معها النظام مع هذا الحراك أو طريقة التوصيف. نعم. طيب كيف يمكن أن ينعكس تأثير هذا الحراك على باقي المناطق السورية؟ وهل يمكن بالفعل التعويل عليه، خاصة أنه أعاد للذاكرة الهتافات وما كان يحدث قبل سنوات طويلة من الآن؟ نعم، نستطيع التعويل على الحراك في السويداء، ولكن هل نستطيع التعويل على وجود حراك في بقية المناطق السورية؟ كما ذكرت لك منذ قليل، أعتقد أن الأمر صعب جدا في بقية المناطق السورية. هنالك قبضة أمنية شديدة يعني موجودة تختلف عن السويداء. السويداء خلقت حالة محلية أهلية استطاعت حماية شبابها من الملاحقة السياسية أو من يعني من الاقتياد إلى خدمة العلن. لذلك يعني أنا متشائم قليلا بشأن يعني الحراك في بقية المناطق السورية. أشكرك جزيلا الكاتب والصحفي السوري نورس عزيز.